السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الاحباب في اللقاء بقى الاخير، السيشن الاخيره من الكورس بتاعنا. بنتكلم على الكلينيكال ترايل، الديزاينز، التايبس، الانواع بتاعتها. اتكلمنا في 5 سيشن قبل كده على الانواع والفروقات ما بين اهم الانواع. النهارده يمكن يعتبر سيكوال كده بسيط او كماله بسيطه، بنتكلم على نقطتين. النقطه الاولانيه هتكون البي فاليو، اللي بتلخبط ناس كتير، ايه موضوع البي فاليو وايه معناها وايه المقصود بيها وايه يعني اللي هطلع بيه لما اعرف ان البي فاليو للكلينيكال ترايل دي مثلا 1 من 100 او 5 من 100 ولا اكتر من كده. الحاجه الثانيه هكلم حضراتكم على بعض الترمينولوجي برضو المهمه للزملاء اللي شغالين في المجال الطبي، سواء صيادله متخرجين جداد او زملاء شغالين كميديكال ريبريزنتيف مثلا، في بعض الترمينولوجي اللي ممكن بالنسبه لهم بتبقى يعني صعبه شويه. فكر حضراتكم احنا اتكلمنا على اكتر من حاجه خلال مجموعه السيشنز اللي فاتوا، اللي اتمنى ان حضراتكم ان شاء الله تكونوا تابعتوها. احنا بنتكلم على النيو دراج كلينيكال ترايل، ايه الفيز اللي بيمر بيها اي دواء. اتكلمنا على بعض المفاهيم الاساسيه في الكلينيكال ترايل زي موضوع الاكسبوجر او الريسك فاكتور او الكوست فاكتور ومفهومها ومدلولها مقارنه بالديزيز او بالاوتكمز او الكونديشن اللي ممكن المريض يتعرض ليها. اتكلمنا برضو على جزئيه البروسبكتيف فيرسس الريتروسبكتيف ستادي. البروسبكتيف حاجه بتبان الريزلت بتاعتها في المستقبل، لكن الريتروسبكتيف ده بيكون في الماضي. اتكلمنا بقى على الانواع المعتاده للديزاين بتاع الكلينيكال ترايل زي موضوع الديسكريبتيف، الاوبزرفيشنال، الانترفينشنال. واخد بالك ايه المفاهيم الثلاثه لانواع الكلينيكال ترايل او الديزاين والفروقات ما بينهم والامثله. اتكلمنا على جزئيه الكيس كنترول ستادي فيرسس الكوهورت ستادي. اتكلمنا على جزئيه الكروس سيكشنال ستادي مقارنه باللونجيتيودينال ستادي. اتكلمنا كمان على الار سي تي او راندمايزد كنترول كلينيكال ترايل والميتا اناليسيز. خلينا بقى النهارده نتكلم على البي فاليو والترمينولوجي المهمه زي ما قلت لحضراتكم للزملاء اللي شغالين في المجال بتاعنا. البي فاليو اي كلينيكال ترايل تلاقي حضرتك كده موجود مثلا في البروشور اللي بتقدمه الشركه على دواء معين واتعمل عليه نوع من انواع الدبل بلايند كلينيكال ترايل، يقول لك البي فاليو هنا عندي 5 من 100، البي فاليو هنا عندي 1 من 100. طيب ايه معنى الكلام ده وايه الدلاله بتاعته؟ ودي يمكن النقطه اللي انا عايز ادخل فيها النهارده. مبدئيا البي فاليو معناها ببساطه كده واختصارا وباللغه العاميه هي احتماليه الصدفه. احتماليه ان العلاقه صدفه. احتماليه ان الاختلاف صدفه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي عندي كلينيكال ترايل اتعملت، انا بجرب دواء جديد، نفترض دواء ضغط او دواء مثلا تخسيس، انا بدي اقراص كده عشان الناس تخس يعني اللي بتعاني من اوبيزيتي وما شابه. طيب انا قسمت المجموعه اللي عندي من المرضى او البارتيسيبنت او السبجكت قسمتهم لمجموعتين زي ما اتعودنا في الار سي تي او الدبل بلايند كلينيكال ترايل او راندمايزد كلينيكال ترايل. فانت عندك جروب بيكون بياخد الدواء اللي انا عايز اجربه، هل بالفعل ليه افيكاسي ولا ملوش، وفي مجموعه تانية بديها الكنترول اللي هو البلاسيبو. طيب جربت الدواء، نفترض ان انا قعدت مثلا لمده شهرين بجرب الدواء بتاع الضغط او الدواء بتاع التخسيس، وجيت بعد نهايه الكلينيكال ترايل وبشوف الريزلت، الجروب اللي هو اللي اخذ الدواء والجروب تاني اللي هو كان كنترول او اللي اخذ البلاسيبو. نفترض ان متوسط الوزن بالنسبه مثلا للمجموعه الاولانيه كان مثلا نفترض 90، ونفس الكلام بالنسبه للكنترول كانوا 90 برضو متوسط الوزن للاشخاص الداخلين التجربه يعني. طيب جيت انا بعد نهايه التجربه زي ما قلت لحضراتكم بعد الكلينيكال ترايل استمرت مثلا مده شهرين، فانا بشوف الريزلت هنا والريزلت هنا. هنا كان متوسط الوزن قبل التجربه 90، بعد التجربه مثلا في المجموعه اللي هي كانت بتاخد الدواء 90 بقت مثلا نفترض 88 او 87، خسوا مثلا في المتوسط يعني 3 كيلو. بالنسبه للجروب الثاني اللي هو الكنترول، لا ده ما حصلش اي تشينج، ال 90 وصلوا في الاخر الكلينيكال ترايل ل 90 اللي هم كانوا بياخدوا الكنترول. طب دلوقتي بقى في فرق 3 كيلو مثلا، جروب اخذ دواء بقى الوزن في المتوسط قل بقى 87، والجروب الثاني زي ما هو استمر على ال 90. فانا عندي هنا ريزلت، نتيجه في الاخر، في اوتكمز.
طب هل الريزلت دي حقيقيه؟ بمعنى ان الدواء هو المؤثر، ان الناس لما اخذت الدواء في الجروب الاولاني واستمرت عليه تحت الملاحظه الطبيه، هل بالفعل الناس هنا خست نتيجه التاثير الفعال للدواء، ولا قد احتمال تكون صدفه؟ بمعنى ان الناس مثلا ابتدت تمارس رياضه، الناس ابتدت تقلل الجانك فود، الناس دول غيروا اللايف ستايل بتاعهم. فهنا انا عندي عوامل اخرى ممكن تكون هي المؤثره في ان الدواء بتاعي فعال او مش فعال. فنبتدي بقى نعمل فرضيات، يعني نشتغل بقى بالجزء الاحصائي او الستاتستكس، نبتدي نجمع داتا، والداتا ديت ندخلها في اختبار احصائي. احنا يمكن عندنا ان شاء الله ممكن في المستقبل اكلم حضراتكم عن بعض الاختبارات الاحصائيه ان شاء الله، يعني اتمنى يكون في وقت لموضوع الاحصاء. هنتكلم عن حاجه زي الانوفا والتي تيست والانكوفا، انواع مختلفه من يعني الاختبارات الاحصائيه، عشان اشوف بالفعل هل الناس اللي اخذت الادويه دي في الجروب الاولاني هل بالفعل المحصله النهائيه كان الدواء فعال ولا لا. فبقول لحضراتكم البي فاليو هنا بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن احتمال الصدفه. انا عندي كلينيكال ترايل اللي انا جربتها، اللي انا قلت لحضراتكم سواء بجرب دواء ضغط او اي مكان نوع الدواء او دواء تخسيس زي ما احنا اتكلمنا من شويه. فانا عندي فرضيه لازم استعملها. الفرضيه بتقول ان مفيش تاثير للدواء، وان الناس ديت خست نتيجه ان هم زي ما اتحرك ايه في فاكتورز اخرى، اتمشوا، مارسوا رياضه، قللوا الجانك فود، غيروا اللايف ستايل، جالهم مرض لا قدر الله فخس. فكل دي اسباب. فانا عندي الفرضيه الاولى، خد بال حضرتك، دي بيقول لك ان انا لا، الناس ما الدواء ما كانش له فايده، ده هي الناس خست لاسباب اخرى. وفي فرضيه ثانيه عايز اثبتها واكدها، بتقول لا انا عندي الدواء فعال، الدواء بالفعل ليه ميكانيزم اوف اكشن، والناس اللي استمرت على التجربه دي لمده شهرين مثلا، لا ده هنا بالفعل كان في تاثير دوائي، بدليل ان في فرق مثلا 3 كيلو في متوسط الوزن ما بين الجروب الاولاني اللي استعمل الدواء وما بين الجروب الثاني اللي هو كان الجروب الكنترول. يبقى مره ثانيه البي فاليو عندي اللي هي ممكن تديني ارقام من 0 الى 1، متوسط البي فاليو او مش متوسط الارقام بتاعتها حسب بقى الطرق الاستاتستيكال او الطرق الاحصائيه اكوردنج للتيست اللي بيتعمل زي الانوفا والتي تيست والانكوفا والحاجات اللي احنا ان شاء الله اتمنى ان احنا في المستقبل نقدمها لحضراتكم. فهنا بيقول لك ان البي فاليو عندي بتكون من 0 الى 1، ارقامها المتوقعه نتيجه الحسابات ونتيجه الطرق الاحصائيه هتكون ما بين 0 الى 1، وكل ما كانت البي فاليو قليله كل ما ده بيديني انطباع ان احتماليه الصدفه، احتماليه العشوائيه، احتماليه ان العلاقه ما بين الدواء وما بين النتيجه اللي في الاخر، او احتماليه ان الاختلاف ما بين الجروب A والجروب B اللي هو الكنترول، احتماليه الصدفه هنا قليله جدا جدا. فكل ما قل الرقم، خد بال حضرتك، اللي هو مثلا عندنا هنا عامل لك 5%، 5% يعني معناها 5% بنضرب في 100 فبيديك بيرسنت. فال 5% اللي هي ال 0.05 اللي هي تساوي 5%، كل ما الرقم دوت جالي في او حصلته عليه في الكلينيكال ترايل او قل، يعني اقل من الخمسه، من ال 5% اللي هو مثلا 1% ولا 2% ولا حتى 1 من 10 مثلا في المية في بعض الكلينيكال ترايل العالية، ده بيدي لحضرتك انطباع ان هنا احتمالية الصدفة ضعيفة، وبالتالي ان النتيجة بتاعت الدواء اللي تم تجريبه على الجروب A مقارنة بالجروب B الكنترول، لا هنا بالفعل في significant difference او significant differentiation، بمعنى ان في علاقة، في سبب ومسبب ادى لنتيجة معينة، الموضوع مش عشوائي مش صدفة. ف يعني اتمنى تكون الدنيا اكثر وضوحا بالنسبه لحضراتكم في فهم البي فاليو. مره ثانيه بنقول البي فاليو هي احتماليه الصدفه. انا عندي فرضيه علميه لما باجي بعمل كلينيكال ترايل، بجمع داتا معينه، بعمل اختبارات احصائيه عشان اشوف الريزلت بتاعتي دي هل هي صدفه ولا هل هي بالفعل واقع، يعني الدواء بتاعي فعال على الجروب اللي هو اشتغل عليه. فزي ما قلت لحضراتكم نفترض ان البي فاليو 1% اللي هي 0.01، يعني 1% عندي، ده معناه ان احتماليه ان الفرق ما بين المجموعتين، المجموعه A اللي خدت الدواء والمجموعه B اللي هي خدت الكنترول،
الصدفة بتاعتها هي 1%، نسبة الصدفة أو نسبة الاحتمالية إن النتائج دي عشوائية هي 1% بس، وبالتالي أنا هستبعد إن الفرق ده صدفة، لأن نسبته 1% ضعيفة جدا جدا، خد بال حضرتك. وده يديني انطباع إيه؟ لا، بيديني انطباع إن غالبا الفرق ده حقيقي significant، واخد بال حضرتك، بقول هنا there is a statistically significant difference أو there is a statistically significant association ما بين الدواء اللي أخده جروب إيه وما بين النتائج اللي حصلنا عليها في نهاية الكلينيكال ترايل. نسبة الصدفة هنا اللي هي البي فاليو ضعيفة أو قليلة جدا جدا، وبالتالي الدواء بالفعل بتاعي أنا فعال نتيجة تأثيره وليس الصدفة. تمام؟ طب لو لقينا مثلا إن الفرق أعلى من ال 5% اللي هي ال 0.05 جايب مثلا 6% اللي هي 0.06 أو أعلى، ده معناه إيه؟ ده معناه إن نسبة الصدفة عندي هنا مش قليلة، ده 6%، واخد بال حضرتك؟ فهنا في نسبة بتبتدي بقى تزيد عن الخمسة في المية، فهنا نسبة الصدفة بتزيد. فهنا يقول لك إيه؟ There is no statistically significant difference أو There is no statistically significant association. فأنا هنا عندي احتمال الصدفة بيزيد أكتر من 5%، وبالتالي احتمال الناس اللي خست دي في الجروب إيه تكون خست مش عشان الدواء، لا، ده ممكن تكون خست عشان عوامل أخرى زي ما إحنا ذكرنا من شوية. فزي ما قلت لحضرتك هنا أنا بتكلم على الاحتماليات، إحنا هنا بنتكلم على علم الإحصاء. فهل هنا كون الفرق ما بين مثلا المجموعتين دي مجرد صدفة، واخد بال حضرتك، إن الدواء بالفعل له تأثير ولا ملوش تأثير؟ دي كلها زي ما قلت لحضرتك إيه حاجات أنا يعني بناء على الداتا اللي أنا بحصل عليها من الكلينيكال ترايل، وبالتالي بحسب حاجه اسمها البي فاليو. البي فاليو هنا نفترض ان هي مثلا 0.4 اضربها بقى في 100 تديك 40%. ايه ده؟ احتماليه الصدفه عندي 40%، يعني الناس اللي اخذت الدواء دي ربما يكون جاب تاثير وربما يكون الموضوع صدفه، ممكن توصل لنسبه 40%. لا، هنا بتبقى انت متشكك في الريزلت، يبقى انت هنا الدواء لا، يعني هنا في مشكلة في اعتبار ان الدواء هو المسبب الحقيقي للتخسيس مثلا في التجربة بتاعتنا، او لو كانت التجربة بتتكلم على الهايبر تنشن وان الدواء بتاعي بيقلل عملية الضغط مثلا، او اي مكان بقى دواء انتي دايابيتك، دواء بيعالج مشاكل مش عارف بقى في الكيدني ولا في الليفر ولا دواء انتي بيوتك. فانا هنا زي ما اتحرك انا بقيس القياس نسبة الصدفة ما بين مجموعتين. فأتمنى تكون جزئية البي فاليو يعني واضحة بالنسبة لحضراتكم بشكل معقول. أدي هنا سريعا بنتكلم على اتنين جروب، جروب اتنين قسمتهم لتريتمنت جروب وكنترول جروب، عملنا فولو أب لمدة معينة عشان أشوف النتائج، وبعد كده بعمل كومبيرنج للريزلت في الآخر. بتطلع لي نتيجة بقى الداتا اللي أنا بجمعها وبعمل الاختبارات الإحصائية زي ما قلت لحضراتكم، حاجات زي الأنوفا والتي تيست والأنكوفا وغيرها. بشوف البي فاليو تطلع لي كام. فنفترض مثلا البي فاليو طلع لي زي ما حضرتك شايف كده 1 من 1000 مثلا، ده هنا في هاي سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين المجموعتين، ده معناه ان نسبه الصدفه قليله جدا جدا، او احتماليه الصدفه، او احتماليه ان العلاقه صدفه، او احتماليه ان الاختلاف صدفه ما بين الجروب الاولاني اللي استعمل دواء وجاب نتيجه وما بين الجروب الثاني اللي ما اخدش دواء اخد بلاسيبو وطلع له ريزلت في الاخر. فهنا لما بيكون النسبة زي ما احنا شايفين كده في الجدول اللي قدامنا، أول حاجة خالص اللي هي 1 من 1000، ده معناه إيه؟ ده معناه إن هنا هاي سيجنيفيكانت ريزلت، ده معناه إن احتمالية الصدفة قليلة جدا جدا. طيب بص بقى في الآخر خالص تحت كده، بص حضرتك هنا بيديك مثلا إيه؟ 1 من 10. 1 من 10 ده معناه إيه لما أضرب في 100؟ معناه بيديني 10%. 10% احتماليه الصدفه 10%، لا، في التجارب الكلينيكال دي نسبه كبيره جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم احنا هنا يعني احنا عندنا لغايه ال 0.05 في الكلينيكال ترايل، احنا بنعتبر ان النسبه دي يعني هي اكتر نسبه ممكن تديني ايه نسبه صدفه قليله جدا جدا، وبالتالي احتماليه الصدفه لما بتكون اقل من ال 5 من 100
اللي هي 5% يعني، واخد بال حضرتك؟ ده هنا بيديني ان ان الدواء في المجموعه الاولى لا له تاثير حقيقي، نسبه الصدفه هنا ضعيفه جدا جدا في ان الدواء ما يكونش له تاثير. وبالتالي البي فاليو زي ما اتفقنا كده هي نسبه من 0 الى 1، كل ما كانت اقل من ال 5% او اللي هي 5 من 100%، 5 من 100 بس بلاش من في المية دي. ده معناه ايه؟ ان نسبة الصدفة قليلة، ده معناه ان بالفعل في علاقة ما بين تأثير الدواء، واخد بال حضرتك، وما بين الجروب التاني اللي هو الكنترول. النسبة هنا لا، في فرق، في وضوح ان العملية مش صدفة، مش عشوائية. فمرة تانية البي فاليو ايه هي؟ بيقول لك statistical measure used to determine the likelihood that an observed outcome is a result of a chance. هل هنا التجربة ديت اللي احنا عملناها كلينيكال ترايل دي النتائج بتاعتها طلعت بالتشانس، بالحظ، بالصدفة؟ ها، في احتمالية صدفة؟ فكل ما كانت البي فاليو قليلة زي ما احنا اتفقنا كده، كل ما كانت أقل من 5%، كل ما كانت الريزلت عندي بتديني لا يعني احتمالية ان الصدفة هنا قليلة، وبالتالي ان الدواء بالفعل هو اللي جايب النتائج، هو اللي جايب النتائج، هو النتائج بتاعته، النتائج دي حقيقيه ريليتد له، مش للصدفه او العشوائيه. طيب هنا بيقول لك statistical test of significance. The theory of statistical test of significance essentially involves setting of a null hypothesis and competing alternative hypothesis. زي ما تحرك انا عندي هنا لما باجي بعمل clinical trial انا عندي فرضيتين. الفرضيه الاولانيه اللي هو مثلها بال H0 ديت، واخد بال حضرتك، دي فرضية بتقول أو هايبوثيسز بتقول إن نو ديفرنس، نو إفكت، نو كوريليشن، نو أسوسيشن. الدواء اللي أنا جربته على الجروب الأولاني ده، واخد بال حضرتك، لا هو الريزلت اللي طلع ديت نتائج عشوائية، نتائج بالصدفة، مفيش تأثير حقيقي، مفيش إفكت، مفيش علاقة ما بين النتائج اللي جابها الدواء والتحسن حالة المريض مثلا يعني. وعندي فرضيه ثانيه اللي هي الاتش 1 زي ما حضرتك شايف كده في النقطه الثانيه، بيقول لك الالترناتيف هايبوثيسز اللي هي الفرضيه الثانيه، بيقول لك لا ده هنا بقى في عندي ريزلت، في نتائج، في علاقه حقيقيه. فانت في الكلينيكال ترايل بتثبت من خلال البي فاليو ان نسبه الصدفه المفروض انها تكون اقل من ال 5% زي ما احنا اتفقنا، او من ال 5 من 100 اللي هي ال 0.05. كل ما كانت النسبة أقل من كده ده معناه إن احتمالية الصدفة ضعيفة قليلة جدا، ده معناه إن بالفعل التأثير الدوائي للمنتج اللي أنا استعملته في جروب إيه لا له بالفعل تأثير، له فايدة، هو العامل الفرق في الريزلت. فهنا بيقول لنا as an example if you are investigating a new drug for its superiority over standard drug، لو أنا هنا بجرب دواء جديد مع دواء قديم ستاندرد أنا عارفه من زمان، the null and the alternative hypothesis would be as ايه اللي هيقوله لك بقى دلوقتي اللي هو ايه الفرضيه الاولى. بيقول لك النال هايبوثيسز اللي هي الاتش 0، الفرضيه الاولى بتقول there is no difference in the treatment outcome between the new drug and the standard drug. الفرضيه الاولى اللي انا عايز اثبت عكسها يعني في الكلينيكال ترايل ان هو ما فيش فرق ما بين نتائج الدواء الاولاني الجديد وما بين الدواء الستاندرد القديم. وفي عندي فرضيه ثانيه اللي هي الالترناتيف هايبوثيسز اللي هي الاتش 1، بيقول لك the treatment outcome with the new drug would be better as compared to the standard drug. لا انا لما جربت الدواء في جروب A على المجموعه الاولانيه اللي مثلا نفترض بتعاني من الضغط، او مثلا عايزين نخسس المرضى دول بيعانوا من اوبيزيتي، لا احنا بالفعل في نتائج حقيقيه، في فرق، في فرق، نسبه الصدفه قليله. زي ما حضرتك شايف بيقول لك البي فاليو المفروض انها قيمه بتكون من الزيرو الى الواحد، بتكون من الزيرو الى الواحد. كل ما كانت البي فاليو اقل من الخمسه من 100 اللي هي بتساوي 5%، ده معناه ايه؟ ده معناه ان جود ايفيدنس اجينست النن هايبوثيسز. النن هايبوثيسز اللي هي الفرضيه الاولى اللي بتقول انه ما فيش ربط ما بين النتائج اللي جت في المجموعه الاولى ما بين الدواء ونتائجه، لا دي فرضيه مش مظبوطه، والصدفه هنا قليله جدا جدا. ده ايه ده؟ لو الكلام ده اقل من البي فاليو اقل من ال 5%. فهنا بيقول لك there is statistically significant difference او association. عندي هنا احتماليه الصدفه قليله، وبالتالي النتائج اللي جابها الدواء في المجموعه الاولانيه دي نتائج حقيقيه، نتائج مش بالصدفه، مش نتائج عشوائيه.
ده نتيجة إن الدواء بالفعل مؤثر وجاب نتيجة معينة، في حين إن لو كانت الـ بي فاليو أكتر من الخمسة في المية اللي هي 5%، ده معناه إن هنا نسبة الصدفة عالية جدا. بيقول لك weak evidence against null hypothesis، فهنا there is no statistically significant difference أو there is no statistically significant association. أنا عندي هنا فرضية نسبة الصدفة عالية، فاحتمالية إن الدواء يكون جاب نتيجة في الجروب اللي هو إيه؟ لا دي مش متأكد بالظبط، يعني فينا في عشوائية، في صدفة، في احتمالية صدفة عالية. احتمال الناس اللي خست دي ما تكونش خست نتيجة الدواء، ممكن تكون عامل زي ما قلت لحضرتك رياضة، قللت الأكل، ناس أصيبت بمرض فجالها هزال مثلا، أي سبب آخر. فأنا هنا عندي نسبة الصدفة زي ما قلت لحضرتك عالية. فمرة تانية أتمنى يكون يعني موضوع البي فاليو بقى أسهل بالنسبة لنا، وزي ما قلت لحضرتك برضو أي حد من الزملاء عايز يتواصل معايا من خلال الإيميل بسيبه لحضراتكم على اليوتيوب تشانل أو في على جروب بلاستوما على الفيسبوك يعني تحت أمركم. وكمان الواتس بتاعي متاح لأي حد من الزملاء، كتير من الزملاء بتسألني وبتشرف بالأسئلة. مرة تانية الواتس بتاعي 0100-88-66-445، والزملاء اللي بتكلمني من خارج يعني مصر فبنحط بلس 20 قبل ال 0100-88-66-445. يمكن لما بنيجي نعمل برضو توزيع في الأرقام اللي بتجينا أو النتائج بتاعتنا، فبتلاقي حضرتك كده اللون الأخضر اللي في الجراف دوت ده بيعبر عن الـ Observed Data Point اللي هي اللي بتعبر عن النتائج العشوائية، النتائج اللي هي بره الفانل الأساسي، الفانل شيب دوت اللي هو معظم النتائج. بتلاقي حضرتك نعمة محورة ما بين الرقم أساسي وأرقام جنبيها اللي هي الـ Deviation أو الـ يعني الانحراف المعياري للأرقام. فكلها حاجات إحصائية زي ما قلت لحضرتك. المفروض إن الـ B-Value اللي هي باللون الأخضر بيعبر عن الاحتمالية الـ Probability of an Observed Result Arising by Chance، اللي هي احتمالية إن تطلع نتائج عشوائية بالصدفة بالصدفة، واخد بال حضرتك. هنا برضو بعديها بيقول لك Very Unlikely Observation، يعني أرقام عشوائية صعبة جدا جدا إن هي تيجي. فنفترض مثلا ان انا بعمل برضو تجربة اللي هي عملية الناس اللي تاخد دواء للتخسيس، المفروض ان الناس مثلا بعد ما بتاخد الدواء المفروض ان ايه الطبيعي ان البني ادم، نفترض مثلا الدواء بيخسس 2 كيلو على مدار مثلا الشهرين او 3 كيلو، فتخيل كده واحد مثلا خس 5 كيلو، ايه ده؟ وده رقم طبيعي؟ لا ده رقم عشوائي جدا، يعني رقم ممكن يكون الدواء مش هو الاساس، ممكن الراجل ده يكون جاله مثلا لا قدر الله مرض فسبب له الهزال، او الراجل دوت مش بس اكتفى بالدواء، لا ده عمل فيجرس بقى اكسرسايز مثلا، يعني اشتغل على نفسه وراح النادي وجيم وقلل الاكل جدا. يعني النتائج ممكن ما تكونش نتيجه حقيقيه نتيجه ان هو استعمل الدواء زي بقيه الناس اللي معاه في الجروب، فدي اسمها نتيجه عشوائيه. فمرة تانية الـ B-Value اللي هي احتمالية الصدفة أو احتمال إن العلاقة صدفة أو احتمالية إن الاختلاف صدفة نتيجة استعمال الدواء في الجروب الأولاني مقارنة بالجروب B اللي بيستعمل الـ Control Approach. هنا بيقول لك الـ B-Value عبارة عن الـ Probability that a particular statistical measure such حاجات غريبة الواحد بتلاقي كده مش عارف يقول الجملة، سبحان الله. The mean or standard deviation of an assumed probability distribution will be greater than or equal to or less than or equal to some instance observed result. هنا بيقول لك ان عملية الـ B-Value بتعبر عن احتمالية الصدفة او العشوائية، التعريف بقى الايه اللي هو الاكاديمي جدا يعني. فاتمنى اكون يا رب فهمنا الفكرة الاساسية. تعالى كده نتكلم مع بعض الترمينولوجي المهمة للزملاء اللي بيشتغلوا في مجال الدعاية، أو الزملاء لسه متخرجين يعني من زمايلي بقى من كليات الصيدلة والكليات الطبية، الطب والأسنان والعلاج الطبيعي، والزملاء من كلية التمريض. تعالوا كده نتعرف على بعض الترمينولوجي المهمة اللي احنا بنستعملها برضو في مجال الكلينيكال ترايل سريعا. عندك حاجه زي الدايجنوزس اللي هو التشخيص، بيقول لك الدايجنوزس بروسيس اوف
determining the nature and the cause of a disease through evaluation of patient history, examination and review of laboratory data. طيب هنا بيقول لك ايه الفرق كمان ما بين الساين والسيمبتومز عشان الناس برضو تعرف. احنا هنا بنتكلم على الدياجنوز از تشخيص، الدكتور بيشخص. طب الساين العلامات، العلامات دي هي يمكن في اللغه الانجليزيه احنا بنستعملها لما الطبيب يشوف بعض الساينز، واخد بالك، في علامات معينه، الضغط منخفض، نسبه مش عارف ايه في الدم زادت قلت. انما سيمبتومز هي الحاجات اللي هو بيشوفها المريض، اللي بيحسها المريض، اللي بيحكيها للدكتور. ففي فرق ما بين مفهوم الساين والسيمبتومز في المجال الميديكال طبعا. طيب بالنسبه للفارماكوكاينيتك، يعني ايه فارماكوكاينيتك؟ احنا هنا بنتكلم على ان الفارماكوكاينيتك اللي هي تاثير الجسم على الدواء. فارماكوكاينيتك هي الاكشن اوف بادي على الايه، على الدراج. زي ايه موضوع؟ زي كلمه ادم، احنا بنختصر اربع كلمات مهمه جدا، ادم، اي دي ام اي. فادم اللي هي بتعني في الفارماكوكاينيتك اللي هي الابزوربشن، امتصاص الدواء، الديستريبيوشن، توزيع الدواء في الجسم، الميتابوليزم، عمليه الايض، وفي عندنا الاكسكريشن او الاليمينيشن اللي هي بتعبر عن الاي. فدي الاربع حاجات اللي لما الدواء بيدخل جوه جسم الانسان طبيعي بيحصل له امتصاص، بيحصل له عمليه توزيع في اماكن معينه. يقول لك الدواء ده بيميل للايبوفيليك تيشوز، الدواء ده بيكون اكتر في البلاد سيركيليشن، واخد بالك. عمليه الميتابوليزم هل بتحصل مثلا في الليفر ولا ما بيحصلوش ميتابوليزم اساسا؟ الاكسكريشن هل هو عن طريق الكيدني ولا عن طريق الليفر؟ ف يعني عمليه الفارماكوكينيتك او الادم هي بتعبر عن الاربع نقاط دول. لكن فارماكوديناميك هو بيقول لك عباره عن مفهومها، يعني الاكشن اوف ذا دراج اون ذا بودي، هو تاثير الدواء على الجسم، اللي هو المقصود بايه؟ الميكانيزم اوف اكشن، ميكانيزم اوف اكشن، تاثيره الدوائي، ولا قدر الله لو في سايد افكت او ما شابه. فده المقصود بالفارماكوديناميك اللي هو الميكانيزم اوف اكشن، اللي هو تاثير الدواء على الجسم. يبقى اكون فاهم الفرق ما بين فارماكوكينيتك اللي هي الادم، والفارماكوديناميك اللي هو تاثير الدواء على الجسم اللي هو الميكانيزم اوف اكشن. الاثنين مع بعض، الفارماكوكينيتك والفارماكوديناميك، ده هو علم الفارماكولوجي. يعني كل اللي احنا بندرسه في علم الفارماكولوجي بيتمحور غالبا حوالين الكلمتين دول بشكل اساسي. طيب كليرنس، يعني كليرنس؟ كليرنس هو خروج الدواء من الجسم. فهنا بيقول لك الكليرنس عباره عن الكوانتيتيف ميجر اوف ذا ريت ات ويتش a substance is removed from the blood، عن طريق الكيدني على سبيل المثال، او الليفر، او الهيموداياليسز، واخد بالك، هو عمليه خروج الدواء من الجسم، ومرتبط يمكن بها كلمه الاف لايف. فهنا بيقول لك the volume of plasma cleared per unit time، البلازما، بلازما الدم يعني، بتتخلص كل قد ايه من الوقت من نسبه معينه من الدواء. برضو الكليرنس هو عباره عن removal of substance from the blood expressed as the volume of blood or plasma cleared of a substance per unit time. وانا في النص ساعه مثلا ولا في الساعه البلازما او الدم بتاعي بيتخلص بنسبه قد ايه من الدواء؟ ده المقصود بالكليرنس. طيب المانيفستيشن، المانيفستيشن هي مظاهر المرض، حاجه قريبه للسيمبتومز كده. فهنا بيقول لك المانيفستيشن از ان انديكيشن اوف ذا ديزيز اكزيستنس، المرض عندي موجود له مظاهر معينه. طب الميتابوليزم، الميتابوليزم اللي هو عمليه الايض او التمثيل الغذائي او الاستقلاب، وبيتقال برضو في بعض الكتب الميتابوليزم اللي هو البايو ترانسفورميشن. يبقى لما تسمع كلمه الميتابوليزم، عمليه الايض اللي بتحصل، واخد بال حضرتك، ممكن يتقال كلمه البايو ترانسفورميشن نفس المعنى. يعني ايه ميتابوليزم؟ بيقول لك هو the process by which the body breaks down and convert the medication into an active or inactive or toxic chemical substance. المفروض هنا ان الليفر غالبا هو اللي بيقول بعمليه الميتابوليزم. فالليفر بيحول الدواء من الشكل بتاعه الاولي اللي دخل بيه الجسم لحاجه ثانيه، لشكل ثاني، عشان يسهل المفروض، يعني نتيجه الميتابوليزم، ان الجسم عايز يطرد الدواء. صعب ان ماده كيميكال غريبه تفضل موجوده في الجسم على طول. فهنا نوع من انواع الحمايه والدفاع للجسم عن المواد الغريبه، ان هو يطردها، ان هو يخرجها بطريقه، او الكبد يحولها الى صوره اخرى عشان تكون اسهل للخروج من الجسم، او يخليها ترتبط ب
حاجة تانية، انزيم مثلا تاني او بروتين او ما شابه عشان يسهل خروجها من الجسم. فاحيانا المادة الفعالة اللي احنا اديناها للبني ادم، واخد بال حضرتك، احنا ممكن تكون برودراج. برودراج يعني ايه برودراج؟ يعني لسه ما بقاش دواء، هو محتاج يحصل له خطوة جوه الجسم اللي هي خطوة الميتابوليزم عشان يتحول للاكتيف سبستانس. واحيانا بدي الجسم دواء اللي هو في معظم الحالات بيكون اكتيف، بيتحول الى ان اكتيف سبستانس. واحيانا عملية الميتابوليزم دي بتكون خطيرة في بعض الانواع، بتتحول المادة الى مادة ليها بعض التوكسيستي مثلا او الخطورة في جسم الانسان. فدي الميتابوليزم، لكن يعني اتمنى تبقى الدنيا واضحه. الميتابوليزم الغرض الاساسي منه ان انا بحول المواد الغريبه او الكيميكال الغريبه اللي بتعرض لها الجسم لمواد سهله ان هي تخرج من الجسم، او ان الكدني تتعامل معها بعد ما الليفر بيكون تعامل معها، حولها من ماده الى ماده اخرى سهله الخروج من الجسم. طيب الهاف لايف، بيقول لك الهاف لايف زمن النصف، بيقول لك هو عباره عن التايم ريكوايرد فور هاف of the quantity of a drug or other substance to be metabolized or eliminated by normal biological process. فهنا بيقول لك البيولوجيكال هاف لايف هي زمن النصف. دلوقتي انا مريض اديته 500 ملي جرام من الدواء اكس، امتص الدم مثلا، افترض وصل للدم، لو اديته حقن مثلا 500 هيبقى 500 في الدم، لكن لو اديته عن طريق الفم فهنا عمليه الامتصاص بتختلف مثلا، يعني هو اي روت تاني. فال 500 اللي انا اديتهم بالفم غير ال 500 اللي انا اديتهم عن طريق مثلا اي في انجكشن. طيب وصل الدم 500 ملي جرام، طيب امتى هتبقى 250؟ ده اسمه زمن النصف بالنسبه للدواء. فينا بيختلف من دواء الى دواء، في حاجات هاف لايف بتاعتها نص ساعه، وفي حاجات الهاف لايف بتاعتها بالايام. واخد بال حضرتك؟ ممكن تسبب توكسيستي لو حصل يعني زياده نسبه الدواء اللي accumulation للدواء اللي احنا بناخده. عشان كده الجرعات بتختلف من دواء للتاني، الجرعات بتختلف، يعني في دواء يتاخد مره في اليوم، في دواء يتاخد مره ثلاث مرات في اليوم. وده بناء واحده من الفاكتور الاساسيه ان انا بدور على ان الهاف لايف يبقى فيه ستيدي كونسنتريشن من الدواء في جسم الانسان اللي هو يديني الافكتيف ريسبونس وما يدخلش في التوكسيك كونسنتريشن، وبرضه ما يبقاش في اقل من المينيمم كونسنتريشن اللي هو مش هيدي تاثير لو كان اقل منه يعني. الباثوفيسيولوجي، ها، علم المرض او سبب المرض او اليه المرض في جسم الانسان. الفسيولوجي احنا بنتكلم على علم وظائف الاعضاء. الباثوفيسيولوجي هو العكس، هو علم بقى المرض نفسه ازاي بيبتدي يشتغل في العضو بتاع جسم الانسان. فهنا بيقول لنا الباثوفيسيولوجي هو ذا فيسيولوجي اوف ديس اوردر فانكشن، ها، ازاي الديس اوردر بيتكون. ذا فانكشنال تشينج اسوشيتد ويز ا ديزيز او ريزلتنج من ا ديزيز اند ذا ستادي اوف ذيس تشينج، اللي هو الديزيز ميكانيزم. خد بالك ازاي المرض بيتكون. المفروض ان انا عندي مثلا الهارت بيشتغل بطريقه معينه، طب لو حصل في الهارت مايوكارديال انفاركشن، واخد بال حضرتك، ايه بقى الكونسيكونسز اللي هتحصل، المسببات بتاعه المايوكارديال انفاركشن اللي حصلت، واخد بالك، وايه اللي هيحصل بعد كده، ايه اللي الفانكشن بتاعه القلب هتتغير ازاي، او ايه اللي تشينج او المالفورميشن اللي ممكن يحصل فيه. وقيس على كده بقى اي حاجه في اي مكان الاورجن اللي اتصاب. الايتيولوجي مسببات المرض او سبب المرض. فهنا بيقول لك الايتيولوجي از ذا ساينس ديلينج ويز كوز اوف ذا ديزيز، هو ايه السبب، ايه المسبب، ايه الكوست فاكتور او ايه الريسك فاكتور اللي تسببت في المرض ده، وبرده الكونسيكونسز اللي هتحصل. فهنا بيقول لك ستادي اوف اول فاكتور ذات مي بي انفولفد ان ذا ديفلوبمنت اوف ا ديزيز، ايه الاسباب اللي ادت لي ظهور مرض معين في جسم الانسان، انكلودنج ذا سسبتابيليتي of the patient, the nature of the disease agent, and the way in which the patient body is invaded by the agent. فهنا مسببات المرض بالصورة بتاعتها المتكاملة. طيب ال prevalence هنا بيتكلمنا على معدل انتشار المرض. rate or the speed or frequency with which a disease or an event occur per unit of time or population. المرض بتاعي دوت، نفترض ان انا مثلا بقيس السكر،
نسبة انتشار الدايبيتس قد ايه. ممكن مثلا يقول لك 1 من كل 9 ممكن يكون مصاب بالدايبيتس، فده معدل الانتشار. الكورونا هنا البريفلنس بتاعها كان شكله ايه مثلا؟ لا قدر الله، ده انتشر مثلا بنسبة 2%، 2% من البوبيوليشن عندي مثلا، واخد بال حضرتك في مدينة معينة او منطقة معينة اتصابت بالكورونا، فده المقصود بالبريفلنس. البايو افيلابيليتي، البايو افيلابيليتي هي عبارة عن الفراكشن او ذا ادمنستريتد دوز ريتشنج ذا سيستميك سيركوليشن. دلوقتي انا خدت دواء، الدواء ده دخل منه قد ايه في الدم؟ لو انا هاخده اي في زي ما انا قلت من شويه، ممكن يوصل، مش ممكن، ده اكيد هيوصل 100%، هو كله وصل الدم خلاص. انما لما اجي اخده عن طريق الفم، لما اجي اخده عن طريق مثلا الريكتال روت، لما اجي اخده عن طريق الترانسديرمال مثلا باتش، الحاجات اللي بتتحط على الجلد، نسبه قد ايه من الدواء هتدخل الدم؟ واخد بال حضرتك؟ تدخل البلاد سيركوليشن، دي بنسميها البايو افيلابيليتي. اتمنى يا رب تكون يعني المعلومات دي ذات قيمه بالنسبه لكل الزملاء، اتمنى تكون فهمنا البي فاليو، اتمنى تكون استمتعنا بالكلينيكال ترايل كورس. زي ما قلت لحضراتكم مره ثانيه، اي حد عايز يسال عن اي حاجه، يعني الدنيا سهله وبسيطه ومتاحه، سواء عن طريق الواتس او عن طريق الايميل او عن طريق جروب الاستوما او عن طريق لينكد ان الصفحه بتاعتي انا، فبتشرف دايما بوجود حضراتكم معايا، واتمنى ان احنا ان شاء الله نستفيد بكل الكورسات اللي اتقدمت. احنا قدمنا كورسات متعدده سواء في الامور الميديكال او في الحاجات المتعلقه بالماركتنج او الحاجات المتعلقه بالسوفت سكيلز. بالتوفيق ان شاء الله لكل الاحباب، وان شاء الله في انتظاركم في كورس جديد. السلام عليكم.